بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن أنواع الشبكات العصبية. طبعا في هذا الدرس أنا بدي أحاول أن أجملكم إيش هي الأنواع الأساسية وأديكم نظرة عامة عن الأنواع والأركيتكتشرز المختلفة في الشبكات العصبية. طبعا الدرس الماضي إحنا حكينا عن المالتي لاير بيرسبترون، تمام، وحكينا عن الباك بروباجيشن ألغوريثم وإنه كيف إنه إحنا ممكن نستخدمه في حل النون لينير بروبلمز بشكل عام. أنواع الشبكات العصبية ممكن نحن نصنفها يعني تحت صنفين أساسيين. الصنف الأول اللي هو سوبرفايزد نيورال نتورك، وفي تحتي بيجي عدة تصنيفات أخرى حنتعرض لها الآن. والنوع الثاني اللي هو الانسوبرفايزد نيورال نتورك. طبعا خلينا يعني نحكي على السوبرفايزد نيورال نتورك، مستخدمة بشكل أساسي لعمليات التصنيف. طبعا المقصود هنا بالتصنيف انه على سبيل المثال انه انا في عندي هنا مجموعة من البيانات، تمام، وبدي احاول انه افصل بيناتها انه لتو كلاسز، انه انا في عندي هنا تفاح ونجاس، انه انا بدي احاول انه انا افصل بيناتهم، انه انا اصنف هاي الفواكه بهاي الشكل، يعني هاي الكلاسيفيكيشن تاسك. كذلك ممكن يكون انا عندي الكلاسيفيكيشن تاسك زي ما شفنا سابقا، انه انا عندي بدي اصنف انه الصور انه هذه كات ولا دوغ زي ما شفنا سابقا. طبعا انه الاركيتكتشرز احنا الان يعني بنحكي عن السوبرفايزد نيورال نتوركس المستخدمه للكلاسيفيكيشن، تمام، واحنا الان في هاي المنطقه بنحكي على انواع الاركيتكتشرز تبعت النيورال نتوركس. طبعا الاركيتكتشرز انه الهيكليه تبعت الشبكات، انه احنا شفنا انه انا في عندي البرسبترون اللي مكون زي ما شفنا انه من نيورون واحد، تمام، وانا في عندي تو انبوت و الويتس دبليو 1 ودبليو 2 وانا عندي الاوتبوت واي. وحكينا انه هو فعليا انه هاي البرسبترون هي عبارة عن معادلة خط مستقيم بتحاول انه هي تفصل بين الكلاسز في الكلاسيفيكيشن تاسك. هذا لو كانت انه البروبلم اصلا سيبارابل، يعني انه هي لينير وسيبارابل، الكلاسز اصلا مفصولين، فبالتالي انه بضل عنا ايجاد الكلاسز اللي بتفصل بين الخط اللي بيفصل بين الكلاسز. كذلك انا عندي من ضمن الاركيتكتشرز اللي هي المالتي لاير برسبترون، هو ببساطة انه انا بيكون في عندي اكتر من نيورون واكتر من طبقة، تمام، فبالتالي انه في عندي طبقة الانبوت لاير وطبقة الاوتبوت لاير، تمام، وبيكون في عندي عدة طبقات بسميها هيدن لاير لانه الاوتبوت تبعها انا ما بشوفه زي ما حكينا، تمام، وكل هيدن لاير مكون من مجموعة من النيورون، فبالتالي انا عندي الاكس اي هو الانبوت والواي كي هو الاوتبوت، وانا عندي الواي جي هو في للهيدن لاير. وحكينا انه الويتس انه بنديها انديسيز انه الدبليو اي جي لهاي المنطقة لهاي الويتس، تمام، بالترقيم تبعها بيكون حسب الانديسيز تبعت الاكس والنيورونز جي، تمام، وهاي انه دبليو جي كي. وحكينا انه في الباك بروبيجيشن الجوريثم انا بحسب الجريدينت، انا بحسب الايرور للواي كي منه بحسب الجريدينت لهذه النيورونز للنيورونز كي، ومنه بقدر انه انا احسب الجريدينت للنيورونز جي وهكذا. فبالتالي انا بصير في عندي ابديت للويتس، بقدر احسب الدلتا او بعمل ابديت للويتس تباعا بهذا الشكل. في كذلك انا عندي يعني هدول الاثنين احنا درسناهم باستفاضه. احنا في عندي اركيتكتشر مختلفه او نوع ثالث من السوبرفايزد نيورال نتوركس اللي هي الديب نيورال نتوركس. ديب انه يعني في الحقيقه انه هي بتتكون من العديد من الطبقات
والعديد من النيورونز، وفي منها نوعين CNN و RNN، Convolutional Neural Network و Recurrent Neural Networks. طبعا الديب نيورال نتورك انه هي ما ظهرت الا بعد 2010-2011 بعد ظهور الجي بي يو، صار في عندي انا كعندي كومبيوتيشنال باور عالية نقدر انه احنا نستغلها في عملية الترينينج، لانه الترينينج بتاخد وقت طويل جدا، فكان مش افوردبل انه انا اعمل ترينينج ما قبل 2010. بعد 2010 لما صار انه ظهر الاس دي كي اللي انا ممكن استخدمها مع الجي بي يو، ظهرت الجي بي يو والاس دي كي تبعتها الخاصة البرمج الاس دي كي البرمجية، بحيث انه انا اقدر استغلها في الكمبيوتيشن، فصار انه انا ممكن يعني اعمل ترين لديب نيورال نتورك. فكرة الكونفولوشنال نيورال نتورك انه انا ممكن اعمل فيد للديتا تبعتي از رو داتا، يعني زي ما انتم شايفين هنا الايمج انه بعملها فيد از رو داتا، انه هي مكونة من ار جي بي اللي هو الريد والجرين والبلو، وهي فعليا عبارة عن ثلاثة ماتريسيز انه بتشكل لي انه قيمة البكسل او قيمة الفاليو ار جي بي لكل بكسل. فكرة السي ان ان انه هي فعليا مكونة من عدة طبقات، انه convolutional layer مطبوعة ببولينج layer، بعدها convolution مطبوعة ببولينج، ممكن انا يعني اعمل هذه الاشي عدة طبقات، واخر طبقة اللي هي الفولي كونكتد اللي هي الاف سي اللي هي نفس هاي اللي احنا يعني درسناها سابقا، والوظيفة تبعتها انه هي تعمل لي كلاسيفيكيشن انه هاي صورة سيارة، هذه صورة شاحنة بهذا الشكل. الان تفاصيل هاي الشغلات انه فعليا انه هي محتاجة لكورس لوحده منفصل، انه احنا نشرح الكونفولوشن اوبريشنز اللي بتصير انا عندي في هاي الطبقة، وبنعرف انه شو الوظيفة الرئيسية تبعتها. باختصار الوظيفة الرئيسية تبعتها انه هي بتحاول انه هي تعمل اكستراكت للفيتشرز الموجودة في الصورة، يعني انه على سبيل المثال انه العجل شكله دائري، المصباح شكله مربع بهذا الشكل. طبعا هاي الشغلة بنسميها انه الفيتشر انجينيرينج، وهاي الفيتشر انجينيرينج انه بدل ما كانت انه ملقاة على عاتق الديفلوبر انه هو بده يطلع الفيتشرز هاي، تمام، صار انه النتورك انه بما انه هي ديب بتقدر انه هي تطلع الفيتشرز هاي لوحدها بهذا الشكل. طبعا التطبيقات تبعتها انه احنا ممكن نستخدمها في الكمبيوتر فيجن، تمام، يعني زي مثلا image classification object detection، تمام، فإلها تطبيقات عديدة فعليا انه يعني في الكمبيوتر فيجن زي الايمج كلاسيفيكيشن والاوبجكت ديتكشن، يعني على سبيل المثال انه ممكن انه في أنظمة المراقبة انه انت تحط على سبيل المثال انه يتعرف على الوجوه، او يتعرف انه والله هل هذا الشخص انه لابس كمامة او لا، لابس ماسك او لا، لانه كل أنظمة التحكم الان يعني باورد by AI technology، وفعليا انهم بيستطيعوا انه يحددوا انه الشخص هذا يتعرفوا مين هو من السمات تبعته، البيومتريكس تبعته زي مثلا انه بصمة العين، ويقدروا انه هو يحددوا انه هو لابس كمامة او مش لابس كمامة عشان يعطوله مخالفة، يعني بهذا الشكل. يعني طبعا النوع الثاني من الديب نيورال نتورك اللي هو الريكرنت نيورال نتورك، ببساطة شديدة جدا جدا الريكرنت نيورال نتورك هي نيورال نتورك عادية، ولكن فيه انا عندي ريكرنسي انه تكرار، يعني يعني شبكة تكرارية انه بروح بطلع الاوتبوت تبع لاير معين وبروح بعمل له فيد كانبوت في اللاير اللي قبله، طبعا هذا الكلام في الهيدن لايرز بهذا الشكل. والغرض من هاي الشغلة انه انا احافظ او اعمل بريزيرف للكونتكست. طبعا الكونتكست هنا انه بيكون مهم جدا للتايم سيريز، تمام، وكذلك في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. في التايم سيريز يعني على سبيل المثال انه في نوع من التطبيقات انه لو انا بدي اعمل بريدكشن مثلا على سبيل المثال لدرجة الحرارة، درجة الحرارة اليوم بتعتمد على درجة حرارة الامس واول امس، في يعني انه بالاضافة لعوامل اخرى بطبيعة الحال، ولكن انه بتم ترتيب البيانات انا عندي على شكل سلسلة، وهي السلسلة انه عشان يعني اعمل بريدكشن لحرارة اليوم بدي ادخل حرارة الامس انا عندي في الموضوع.
بهذا الشكل. تمام. كذلك في الناتشورال لانجويج بروسيسنج انه تطبيقاتها انه هي بتعتمد على الكونتكست، يعني على سبيل المثال مثال التعرف على الكلام السبيش ريكوجنيشن، انه في عند نقطه معينه تمام انه انا بدي اعمل بريدكشن لشو الكلمه اللي حكاها المستخدم او المتكلم. طبعا هذا الكلام بيعتمد على سياق الكلمه السابقه تمام. ولو دخلنا في تفصيل اكثر انه ممكن انه انا اعرف انه شو هو الحرف اللي حكاه المستخدم او المتكلم بسياق الحرف السابق، فهي هيك احنا دخلنا على مستوى الكاركتر ليفل بهذا الشكل. فبالتالي انا عندي السبيش الانبوت سيجنال انه انا بهذا الشكل انا ممكن احللها على مستوى الاحرف او على مستوى المقاطع الصوتيه. فبالتالي السياق هنا مهم جدا جدا، فبالتالي هذا النوع من النتوركس انه مناسب جدا بالنسبه له. تمام. في عندي نوع يعني مختلف، يعني هدول الانواع الثلاثه انه احنا بنقدر انه احنا نصنفهم انه هم تحت الكلاسيفيكيشن انه البرسبترون والمالتي لاير برسبترون والديب نيورال نتورك. فينا عندي انه النوع الثاني هو برضو سوبرفايز ولكن مش مستخدم للكلاسيفيكيشن ولكن مستخدم للميموري. طبعا محاكاة دماغ الانسان، يعني دماغ الانسان في عنده قدرتين، في عنده القدره على التفكير والتعلم في عنده القدرة على حفظ المعلومات، الذاكرة وحفظ المعلومات هنا شغلة كتير مهمة جدا جدا انه انا استرجع معلومات معينة. في انا عندي two architectures مختلفة اللي هي الهوب فيلد نتورك اللي هي عبارة عن recurrent neural network انه يعني الاركتكتشر تبعتها مشابهة لهذا الشكل، ولكن الغرض منها انه انا مش اعمل classification، الغرض منها انه انا اعمل احفظ الذاكرة. او في عندي النوع الثاني اللي هو الباي دايركشنال اسوشيتيف ميموري او البام. تمام. الفكره هنا في الموضوع انه عاده انه في لحظه ما انه انت يعني انه دماغ الانسان كيف انه هو بي بي بيشتغل. لنفترض انه انت على سبيل المثال انه انت كنت في حاله معينه تمام، وفي الحالة هذه رحت انه على سبيل المثال انه شميت ريحة معينة، الريحة معينة هذه ممكن تكون ريحة اكل بتحبه او ريحة عطر بتحبه. تمام. الان انه صار انت في عندك انبوت، هذا الانبوت ايش استدعى؟ استدعى انه انت رحت استجلبت كل الشغلات المرتبطة بهذا الشيء. يعني على سبيل المثال انه لنفترض انه على سبيل المثال انه انت شميت ريحة مناقيش بزعتر، والمناقيش بزعتر انه كانت مرتبطه يعني في ذهنك في ذكريات في الطفوله، انه انت كنت تجلس مع العائله وانه او انه انت كنت في المدرسه انه انت تاكلها مع اصحابك. فبالتالي انت لما تشم الريحه هذه ساعتها بتروح تستدعي كل الذكريات وتقول اه والله صاحبي الفلاني انه انا كنت اقعد معاه وكنا نروح كل يوم يعني نشتري منقوشه. فهذه الاسوشيتيف ميموري انه انت عندك انبوت معين بيستدعي يعني بيعمل استدعاء لأسوشياتيف ميموري المرتبطة فيه، وهذه شغلة كتير مفيدة أن احنا ممكن نستخدمها في تطبيقات عديدة. وممكن أنه هاي الشغلة تكون باي دايركشنال، أنه على سبيل المثال أنه تكون بالاتجاهين. كيف يعني بالاتجاهين؟ احنا ذكرنا أنه الانبوت أنت عندك ريحة المنقوشة، فبالتالي أنت ذكرت صاحبك فلاني، صاحبك فلان. الآن لو صار العكس إنه انذكر سيرة فلان، فأنت بتروح بتقول آه والله كنا يعني نأكل مناقيش مع بعض وكنا إنه عايشين ذكريات حلوة ويعني زي هيك يعني. فالassociative memory إنه بيستدعي إنه أنت تربط هاي الشغلات مع بعض يعني. فممكن أنا أضرب لك مثال تاني إنه على سبيل المثال إنه لما أجي أذكر لك والله مساق الذكاء الاصطناعي، فأنت بروح بيرتبط في ذهنك أنه مين درسك هذا المساق، أو ممكن أنه يرتبط في ذهنك أنه والله هذا المساق صعب كتير أو أنه كنت أتعب كتير في دراسته. تمام. أو أنه والله اللي كان يدرسنا إياه أنه الشخص الفلاني وأنه كان أنه يشرح لنا إياه بالطريقة الفلانية، فأنت بتروح تستدعي هذه الشغلة. والعكس صحيح، لو انذكرت أمامك سيرة المدرس الفلاني، فأنت بتقول آه والله كان يدرسنا مساق الـ AI بهذا الشكل.
تمام. فالغرض في الموضوع هنا انه it can retrieve a corrupted or incomplete memory. هاي الشغلة اللي انت احنا بنستخدمها انه عشان نربط الشغلات مع بعض. لو صار في عندك معلومة مفقودة ساعتها ممكن انه احنا نستخدم الاسوشيشن عشان انت تسترجع المعلومة هذه، تمام. يعني على سبيل المثال استرجاع المعلومة المفقودة، انه انا بضلني كل شوية وانه انا اساعدك، يعني على سبيل المثال انه انا بدي احكي لك على زميلك في الدراسة في المدرسة، يعني انه في صف اول كنت احكي لك انه فلان الفلاني وانت مش متذكره، وانا احكي لك اللي كان جالس في المقعد الاول وانت مش برضو مش متذكره. يعني كل شوية انا بعمل لك association لشغلات انه بحيث انه هي تحاول انه تسترجع مين هو هذا الشخص اللي هي المعلومة المفقودة. واللي أحكي لك كمان إنه بعد ما ذكرت لك إنه يعني كان جالس في المقعد الأول أقول لك إنه هو اللي عمل الموقف الفلاني الفلاني، ويومتها إنه إحنا كنا قاعدين مع بعض، فبتقول لي صحيح تذكرته بهذا الشكل يعني. فبالتالي هنا it can retrieve a corrupted or incomplete information. انت مش قادر تتذكرها، نسيها، ولكن انه انا بحاول اجيب لك كل الشغلات الاسوشياتيف معها بحيث انه انت تتذكرها، تمام. فبالتالي انه احنا بنعمل سلسلة، يعني احنا كبشر انه احنا بنعمل سلسلة من الترابطات العقلية عشان نسترجع المعلومة المفقودة. يعني على سبيل المثال لو احنا نسينا وين حطينا الأمبريلا أو المظلة تبعتي، إنه أنا فقدتها والآن أنا مش عارف وين حطيتها، فأنت إيش بتروح بتسوي؟ بتروح بتحاول تسترجع آخر مرة كانت موجودة معك، تمام؟ وبتروح تعمل سلسلة إنه بتقول إنه آخر مرة كانت موجودة معي كنت متذكر إنه هي أنا كنت ماسكها في إيدي وكنت أحكي مع فلان. فبالتالي ها بتبدأ إنه أنت تاخد خيوط عشان تسترجع انه وين حطيت انت الامبريلا وتركتها ورحت. فبالتالي انت بتقول انا وين رحت بعد ما حكيت مع الشخص الفلاني، انت مثلا بتقول انه انت رحت مثلا غسلت ايديك، ويمكن انت تكون نسيتها انه في المكان هذاك وين ما انت غسلت ايديك. فبالتالي انه هاي التطبيقات تبعتها انه انت تسترجع اللوست ميموري بهذا الشكل. طبعا اللوست ميموري التطبيقات تبعتها انه انا على سبيل المثال انه ممكن تجيني معلومات corrupted او incomplete وبدي استرجع المعلومات الكاملة، فهذه لها تطبيقات عديدة في الكمبيوتر، تمام. نيجي الان للنوع الثاني اللي هو unsupervised neural network، بالاحرى انه انا بستخدمه لعملية الكلاسترينج. وانا في عندي two architectures اللي هي SOM self-organizing map والكوهنين نتورك. لكن قبل ما انه يعني انه نحكي على الاركيتكتشرز هدول، انه يعني هم باختصار الوظيفة تبعتهم انه تعمل لي تجميع للبيانات. خلينا نفهم شو معنات كلاسترينج. كلاسترينج انه هي انا بعمل تجميع على البيانات. انا في برضو كذلك انا نسيت شغلة معينة انه هنا بدي اشرح لك انه في السوبرفايزد انه احنا زي ما تعودنا بيكون في عندي training examples. في training examples انه انا يعني بزود الانبوت اكس واحد واكس اتنين لغاية اكس ان، تمام. وبكون انا بعلمه بقول له خلي بالك لما تكون القيم بهذا الشكل انه هذا الكلاس زيرو، لما تكون بهذا الشكل بيكون الكلاس واحد، تمام. هذه في مرحلة learning او training. اما في مرحلة التست ان انت بدك تستخدمه في real application، انه انت بيكون انت عندك بتعمل provide للانبوت ومطلوب منه انه يحدد ايش هو الكلاس، وزي ما ذكرنا سابقا انه انت بتدي له صورة وهو يفترض انه يتعرف عليها انه هذه كات ولا دوغ، او مثلا على سبيل المثال انه تدي له البروفايل او المعلومات تبع كاستمر معين، وبناء عليه انت بتقول انه والله حيشتري لابتوب او مش حيشتري لابتوب، زي هيك بهذا الشكل. اما في الانسوبرفايزد انه الاختلاف انا عندي انه بيكونش هنا عندي كلاس ليبل او تارجت انه تصنيف هاي الشغلات انه كلاس اي او كلاس بي او انه كات او دوغ. بيكون انت في عندك مجموعة من الفيتشرز او الانبوت انت عندك بهذا الشكل، والمطلوب منه انه يعمل كلاسترينج. كلاسترينج يعني انه هو يعمل تجميع للاكزامبلز اللي بتشبه بعض. كيف يعني الاكزامبلز اللي بتشبه بعض؟ يعني ممكن انت على سبيل المثال انت تقول انه والله هذا الاكزامبل، انت مثلا على سبيل المثال انت عندك 10 اكزامبلز، تمام،
وبيكون المطلوب منك انه انت تقول انه والله 1 و3 و7 و9 هدول بدي احطهم في كلاستر لحال، في مجموعة لحال. ليش؟ لانه بيشبهوا بعض. وعشان توضح الصورة اكتر، يعني على سبيل المثال انه انت افترض انه انت في عندك مجموعة من الاوبجكتس، فانت عندك مجموعة من الاوبجكتس هذه، انت عندك تفاحة، عندك فليفلة، عندك خيارة، عندك برتقالة، بهذا الشكل. الانبوتس تبعتك او الفيتشرز تبعتك ممكن تكون اللون او الوزن، الملمس انه الملمس خشن او ناعم، الابعاد بهذا الشكل. فبالتالي انه بناء على هاي الشغلات انت بتحاول انه ممكن يكون في عندك تجميع لمجموعات، يعني لهاي الاوبجكتس على عدة شغلات. انت ممكن انه انت تقسمهم لتو كلاستر بهذا الشكل انه باي تايب. فبالتالي انت الفواكه بتروح بتحطها في كلاستر، تمام، والخضروات بتروح بتحطها في كلاستر تاني، تمام، او ممكن يكون في عندك تصنيف تاني انه حسب اللون، انه بتحطها انه في كلاستر، تمام، وهاي انه انت بتحطها في كلاستر تاني، او ممكن تحط انه بناء على الشيب، على الشكل، انه هذه شكلها دائري زي هيك، تمام، هذه شكلها زي هيك، تمام، وهذه شكلها زي هيك. فبالتالي انت عندك هنا بيكون 3 كلاستر يعني الشكل. مثال اخر، لو انت عندك مجموعة من البشر وبدك انه انت يعني تصنفهم لمجموعات، تجمعهم لمجموعات، تمام، فبالتالي انت بتروح ايش بتسوي، انه لو كان انت عندك الانبوت الهايت والويث لكل واحد، الطول والعرض لكل واحد، فبالتالي انت يفترض انه انت تجمعهم لثلاث مجموعات بهذا الشكل، تمام. يعني هذه المجموعة انه انا عندي الهايت عالي والويث يعني انه هم يعني في نحافة عندهم، تمام، هدول انه انت عندهم الهايت انه مش طولهم مش كتير، تمام، ولكن في عندهم عرض، وهذه المجموعة في عندها height width بهذا الشكل. فبالتالي فعليا بيطلعوا انت عندك 3 اصناف بهذا الشكل او 3 مجموعات بهذا الشكل. فهاي التصنيف انه انت عندك على سبيل المثال انه الكلاسترينج، عفوا الكلاسترينج، انه انت عندك على سبيل المثال انه انت يعني الشغلات اللي بتشبه بعض، انه السندوتشات بتحطها مع بعض، الشطائر بتحطها مع بعض، المشروب بتحطه مع بعض بهذا الشكل. فانت لو كان مطلوب منك انه انت يعني تعمل تصنيف او تجميع مثلا لقرطاسية، يفترض انه يحط الاقلام مع بعض، يحط المحايات مع بعض، يحط الدفاتر مع بعض. ليش؟ لانه السمات تبعتها متشابهة. هاي الفكرة في الموضوع، انه هو بروح بتطلع على الفيتشرز اللي بتشبه بعض وبروح بحطها لوحدها. وهذا الكلام يعني انت لو برضو طبقناه على كلام يعني على أي تطبيق تاني أو أي نوع من البيانات تاني، يفترض أنه هو لوحده يتعلم. فبالتالي هنا unsupervised، أنه هو لوحده بتعلم. supervised أنت بتقول له أنه خلي بالك أنه هدول تصنيفهم كذا، لكن هنا أنه لوحده أنه هو بتعرف أنه هدول بيشبهوا بعض، فبروح بحطهم في نفس المجموعة. طبعا الاركتكتشرز الموجودة أنا عندي هنا اللي هو SOM، اللي هو self-organizing map أو الكوهنين network اللي هي المستخدمة في هذا الإطار. فبالتالي انت يعني الهدف من هذا الدرس انه انت فعلا كل مسميات النيورال نتوركس اللي موجوده حاليا واللي دارجه انه يعني عرجت لك عليها، وصار انه في عندك معرفه، وانه انت ممكن تتوسع فيها وتتبحر فيها حسب التطبيق المطلوب منك. بضل اخر اشي انه انا ادي لك الملخص انه انت ايش الاركتكتشرز الموجوده انت عندك في السوبرفايز، اللي هو البرسيبترون، المالتي لاير برسيبترون، الديب سي ان ان والار ان ان، والميموري يعني اللي هو الباي دايركشنال اسوشيتيف ميموري، كلهم هدول مستخدمين في الكلاسيفيكيشن ما عدا الاخيره، تمام. وفي انا عندي النوع الثاني اللي هو الانسوبرفايز، والتو اركتكتشرز انا عندي اللي هو السوم او الكوهنين بهذا الشكل. وهيك بنكون يعني خلصنا موضوع النيورال نتوركس، انه انت ممكن تتبحر فيه بشكل افضل من هيك، لأنه فعليا موضوع فيه تفاصيل كتيرة وممكن أنه هو ينعطى في كورس لوحده.